القناة الأولى مباشرة، أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة. هذه أبرز العناوين. 912 قتيلا و 5385 جريحا على الأقل، حصيلة مرجحة للارتفاع للزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا على الحدود مع سوريا. أهلا بكم من جديد. ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب شرق تركيا إلى 912 قتيلا و 5385 جريحا على الأقل، بالإضافة إلى انهيار 2818 مبنى، ما يثير مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى في الوقت الذي سقط فيه مئات القتلى في سوريا المجاورة. مريم العوفير. الساعة 1:17 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش بدأت الكارثة قرب مدينة غازي عنتاب التركية، وبعد لحظات أصبح عاليها سافلها، ساد الدمار وانبعثت رائحة الموت. زلزال مدمر بقوة 7.8 درجات على سلم ريشتر ضرب تركيا وغرب سوريا، وهزت ارتداداته منطقة شرق المتوسط. الحصيلة الأولية ارتفعت إلى 912 قتيلا كما أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان قبل قليل، ورغم ثقلها فهي مرجحة للارتفاع بعد إصابة أكثر من 5000 سكان في المناطق المنكوبة، فضلا عن بلجيكا، بولندا، إسبانيا، فنلندا وروسيا.